هذا امشي عليك سابسي ورا نعاود انا هنا باش يمدح علمنا. واخا اذا مرحبا بكم اخواننا، شكرا على المجهود اللي كديروا معنا باش تنورونا. بالنسبه للثانويه التقنيه، يعني الخطه اللي درنا بشكل عام واتفقت عليها الكتابه واعضاء الكتابه هي هذه. كاين ممرخص مترشحين هو هذا اللي كتشوفوا، جوج الممرات، واحد على اليمين واحد على الشمال، باش ننقصوا من العدد والضغط والاكتظاظ. هنا هذا المكان هذا غيكون كيتسلموا فيه الكمامه، ثم التعقيم ديال اليدين، الارجل تكون هنايا. كذلك نفس الامر، هذا الممر ديال الطبق السفلي والطبق العلوي ديال الجناح الايمن، وهذه هنايا كذلك عاود الممر ديال الطبق الاول ديال الجناح الايسر. هذا هو، لان عندنا 120 مترشح في سلك العلوم الانسانيه في القطب الادبي والتعليم الاصيل الى اخره. وما هذا، حنا دايرين واحد الخطط التلامذة غيجيو في السبعة إن شاء الله، وغيمشيو هكا كما كنشوفو في المنابر الرسمية. هاد التنظيم هاد، ها هما الحواجز، التلميذ مترشح هنا، الآخر هنا، الآخر هنا، والفريق المكلف بالتعقيم وتسليم الكمامة وإلى آخره وإرشاد المترشحين كيكونوا هنا. سالينا هاد المرحلة هادي، وجوج قاعات في الطبق العلوي، راه التشويه تما كيبان لكم، نبغي نمشيو من لهنا. الطبق العلوي فيه خمسة القاعات، واحد ديال اليسار من هنا، المترشحين يمشيو من لهنا والاخرين يمشيو من هنا، والاساسيدة اللي قلال غادي يمشيو مرحلة يعني ثانية بعد ما ينقصوا التلامذة. هذا هو اللي عندنا بالنسبة للمرور وتنظيم التلاميذ والارشاد ديالهم الى اخره. بالنسبه للاساسي اللي ممكن يكون ممكن الحرفه، هذا هو المدخل اللي يكون خاص بهم. ينفع يكون الاستاذ يلقى هنا واحد، يكون هنا ياخذ البادج ديالو وياخذ الملف ديالو ويتوجه للقاعه مباشره، بمعنى ما يمشيش للكتابه ولا هنا. يعني ينفع يوصل الاستاذ كيدي البادج ديالو وكيدي الملف ديالو وكيتوجه للقاعه، باش كنيفيتو عاوتاني حتى الاختلاط ديال الاساسي مثلا قدام الكتابه ولا قدام الاداره. بالنسبه للمترشحين، حنا عملنا قسمنا وعتكون عندنا اللائحه اللي غيكونوا مكلفين بالحراسه في هذاك اليوم، بما ان عتشوف الاسم ديالو غتعطيه الملف ديال اللي فيه التسويد والتحضير اكسترا والمحاضر، وكيتوجه للقاعه ديالو وكنبوانتيوه. الاستاذ الثاني اللي غيجي مثلا معاه في نفس القاعه كيكون ديجا عندنا بوانت، كنقول مثلا القاعه 7 راه مشى الاستاذ صافي، يمشي يلتحق به وهكذا دوالك. هو كياخذ الكمامه ديالو بيان سور، هنا عاوتاني نفس المساله كيتعقم. هو الدخله ديالو هي هذه الاساسيه، دافع هذا الاساسيه الاداريه، يعني اللي جات شي لجنه ولا شي حاجه، هذا هو المكان ديال الولوج ديالو. شكرا. والقاعه 3 ها الممر ديالهم خاص، والقاعه 4 ها الممر ديالهم، والقاعه 5 ها الممر ديالهم، وحنايا باش هنايا راه فاصلين بين الممرات هنايا. في الجدران كتلقى ثلاثة وأربعة وخمسة، بالنسبة للمسلاك والأمور ديال معلومات إضافية كذلك الشوارع الخاصة بالغيش إلى آخره. التسعود هنا كاين 9 مترشحين، ربما عندنا بين 10 بين 10 حساب التسعود، يعني لا نسلم ولا نحكي، لكن بعض الشقاعات كتكون فيها التسعود. الكتابة بشكل تحكى نخففوا غير جوج في النهار، كيكون التعقيم وكيكون الوقاية. نعم مرحبا.